السلام عليكم، يوم جديد في رحلة أفريقيا. كما كتشوفوا كاينين واحد جوج شلالات هنايا، وحدة الأخرى، وكاينين الناس كي خدامين كيشتغلوا في الحقول ديالهم، الحقول ديال الأرز على ما أعتقد. هذه هي القلعة اللي طلعت منها ومازال ما ساليتهاش، باقي فيها شوية كما كتشوفوا. والطبيعة هنايا يا سلام، طبيعة زوينة بزاف، كاينين الجبال الخضورية، بزاف ديال الأشجار والشلالات لما موجود. المهم أنا مازال موصلتش لمدينة بيتا، تقريبا بقات شي 80 كيلومتر بحال هكاك، 80 أو 83 كيلومتر. والطريق كما كتشوفوا طريق غي بيست، ولكن مزيانة حتى لدابا، مزيانة غير هو فيها أطلاعي. طبيعة زوينة هنايا، كناكل شوية ديال الكاوكاو اللي عطاني داك السيد اللي دوزت عندو الليلة فهاد الصباح، عطا ليا فهاد الصباح. هو كاوكاو و الذرة الكبال، هادو الكبال عطاتهم لي الأخت ديال ساليو باليو بايلو أو لا ساليو باليو. إوا هدا مكان، غنشوفو كيفاش غيدوز النهار ديال اليوم. وطريق فيها فيلاجات، طريق فيها بزاف ديال الفيلاجات، يعني كتبقى غادي كتستمتع بالطبيعة، وفي نفس الوقت كاينين فيلاجات فين تقدر تشري الماكلة ولا المهم ما يخصك والو في هاد الطريق. صراحة كنستمتع. يا سلام، الشلال وقيلا هذاك ديال قبيله، ماعرفتش واش غنزيد نقرب ولا ماعرفتش. الجو دابا ديال الشتا، الشتا يقدر تصب في اي لحظه، وماعرفتش صراحة بغيت نشوفه. ولكن يا سلام. المهم الطريق كتبقى غادا، كتجيب دورة كتجي لحدا، الطريق كاينة غير هنايا يعني. قريبا راه هي البيكالا ديالي فين خليتها، واحد المنظر رائع. يا سلام، واو 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 واو. يا سلام، صراحة ما كنتش معول على انني غندوز من هنايا، حيت ما عرفتش بلي طريق ديزا من هنا. واو واو واو، الطريق اللي جيت منها قبيلة كاينة لهي، راهي هنا في زمنها. صراحة هاد البلاصة هادي غير ديال شي ليلة، ولكن ما عرفتش مازال الوقت، الساعة دابا يلا الوحدة، يعني مازال الحال. وأصلا الطريق هادي، المنطقة هادي فيها بزاف ديال الشلالات، هاد المنطقة سميتها فوتا ديالون، هي أجمل منطقة في غينيا. واو واو واو، يا سلام. بلاصة فين نقدر نحط الخيمة، ولكن نقدر غنخليها حتى لشي بلاصة في القدام، حيت كاينين بزاف ديال الشلالات. وفي هاد الفيلاج اللي نهزت فيه اليوم
كنت كندوي مع الناس حتى واحد فيهم ما قال لي بلي كاين هاد الشلال هذا في الطريق، حتى واحد ما دوى لي على هاد الشلال، يقدر هما مولفينو. ولا بقيت غادي تبان لي قدامي، تصدمت. كاين واحد العوينة هنايا في جنب الطريق، كيبان ليا واقيلا الما ديالها مزيان في الشريط. الطريق اليوم كلها طلعان من الصباح، ولكن مازال ما وصلتش النهاية ديال الطلعان. دابا كنظن وصلت لفان ديال طلاعي. دابا كاين غير نزول، نزول قبل ما نوصل عاوتاني للطلاعي. ها واحد الشلال ولكن ما غيبانش ليكم، بعيد كيبان من هنا. هاد المنطقة عابرة بالشلالات، ولكن الرطوبة طالعة بزاف في المنطقة، العرق العرق بزاف. هاد شنو كيستخرجو من هاد الغيرة، واحد التراب بيض، هاد شلاش كيصبح. شحال من مرة تلقيتهم في الطريق هذا النهار. دار بحال الملحة، مالحش ماشي ملحة. التراب ديما كان بعض المرات كنلقاه في جنب الديور، عرفت شنو كيديرو به. دابا قرب نوصل لواحد الفيلاج كبير شويه، غنستريح فيه ومن بعد نشوف كيفاش غادي يكون البلان. الاستمتاع دائما الفيلاجات اولا القرى ديال اللي كيكونوا في الجبال كتلقاهم، كتلقى فيهم الهدوء، كتلقى فيهم الكالم. يا سلام، الماء في كل مكان، وأغنام القرويين والعصا في عنقهم. كيديروا اليوم باش ما يدخلوش الحقول. حتى دائما البلايص اللي كيزرعوا فيهم شي حاجه كيديروا العواد، يديروا لي العواد، واحد العود حدا عود. وبحال دابا هاد النعجه هادي الا بغات تدخل احسرها داك العصا. ما عرفتش واش فهمتوا ولا لا، نتمنى تكونوا فهمتوا البلان. اليوم الطريق كلها طلاعي، يلا فيها شويه ديال النزله، ولكن غير شويه ماشي بزاف. راه هي جيت مورا هاد الجبال هادو، ما عرفتش شحال باقي فهاد الطلعه، ولكن غنبقى غادي معاها دقة. الساعة دابا 6، يعني خاصني نفوت هاد الطلعه ونبدا نقلب على بلاصه فين ندير الخيمه. قبيله وقفت في واحد الفيلاج شي ساعتين، يلاه بديت عاوتاني. ها
غنشوفو فين غيكتب ليا الناس اليوم ان شاء الله. هادو الحقول ديال الأرز. صباح الخير. هذه هي البلاصة اللي نعست فيها اليوم. دي بحال قلتي جماعة ولا قيادة، مش حاجة بحال هكا، حيت هنايا عندهم كيخدمو بالمحافظة ماشي بحال المغرب. المغرب كيخدمو بالأقاليم والدوائر، هنايا محافظة. دابا أنا على ارتفاع 1000 متر على سطح البحر، يعني هاد البلاصة عالية بزاف وكاين البرد، كاين شوية ديال البرد. دابا كنصايب السبادري ديالي تقطعات ليا، حيت البارح الأغلبية كنت غير كندفع بيكالا كما كتشوفو، حالتها حالة يعني، خاصني نوصل لشي مدينة ونشري شي وحدة أخرى. دابا بغيت غير نديبانيها. هادي مازال مزيانة. هادي درت ليها الكولا اللي كنصايب بها بياسة تاعي. وصراحة أنا ما كتهمنيش، كتهمنيش زعما السبادري. الحاجة الوحيدة اللي كنفكر فيها دابا هي الفيزا ديال ليبيريا وديال سيراليون. صراحة ما عرفتش شحال بالضبط، ولكن يقدر 500 ولا 1000 درهم لكل واحدة، يعني خاصني 1000 درهم ولا 2000 درهم غير ديال الفيزات. ومن بعد تجي كوت ديفوار فابور، ما عندناش معاهم فيزا. ايوا هذا مكان. احنا خرجنا من القيادة باش نقلب على شي بلاصة نفطر فيها، ومن بعد نشارج التليفون باور بانك. هو الفيلاج ولكن ما عرفتش شنو سميتو. مازال غنسول عليها نشوف واش السمية. الشتا بدات كتنقط. انا مازال ما تحركتش من الفيلاج اللي بدت فيه. دابا حطيت باور بانك ديالي باش يتشارجا في الحانوت عند واحد السيد، وانا مريح في هاد العماك كنتسنى. قبيلة في الصباح قلت لكم بلي كنفكر في الفيزا ديال ليبيريا وسيراليون، وغي دابا صيفطت لي واحد السيده قالت لي راه صيفط لك واحد البركه، يعني دابا مبقيتش غنفكر في الفيزا. وشكرا لها بزاف، سميتها ربيعه، راه ديما كتخلي لي تعليق في الفيديو، يعني ديما كتدعمني، حيت راكم عارفين التعليق في هادشي ديال لي فيديو وفي هادشي ديال يوتيوب راه بحد ذاته راه دعم. وشكرا ليها بزاف، الله يجازيها بخير. دابا مبقيتش غنفكر في الفيزا، غنستمتعو عاوتاني استمتاع بالرحلة. وبزاف ديال الناس كيحسب ليهم بلي انا غني وعندي بزاف ديال الامكانيات، راكم عارفين وكتشوفو كلشي. انا كنقتصد لاقصى درجة باش الرحلة تزيد تستمر، يعني ما خصنيش نخسر بزاف، وخصني نستمتع، والاستمتاع عندي هو السفر كنسافر. وانا كنعتمد على الادسنس، هو الممول الرئيسي والممول الوحيد ديال الرحلة ديالي. اختي ربيعة شكرا لك بزاف والله يجازيك بخير. وهذا مكان نبقى نتل شوية ونتحرك ان شاء الله. الناس هنايا قالوا لي بلي الطريق من هنا للقدام صعيبة بزاف فيها الغيس، ولكن كما العادة دقة.
كما كتشوفوا هنايا فاش كتصب الشتاء، كتصب الشتاء ديال المعقول، الشتاء كتكون جهدة. يلا سولت واحد السيد على السمية ديال الفيلاج ولكن نسيتها عاوتاني. صباح الخير. البارح ما تحركتش من هذا الفيلاج، الشتاء ما حبساتش، ويلا غنتحرك. فطرت في ديك القهوة اللي كاينه حدا داك ديك الحانوت اللي شارجيت فيها التليفون. دابا ان شاء الله نشدو الطريق، يوم جديد نشوفو كيفاش غيدوز هذا النهار. نتمنى كل شيء يكون بخير. الجو بارد شويه، الجو هو هذاك الجو ديال الطريق. يا سلام. المهم البلاصه اللي بت فيها هي واحد الحانوت حدا الحانوت ديال السيد اللي شارجيت عنده الباتريات البارح، ولكن البارح بقيت كنتسنى النهار كامل وباور بانك ما تشارج فيه والو. لقيتو 43 في العشية، لقيتو 43 متشارجاش. المهم نقول لكم كيفاش دايرين الناس هنايا. الناس الى ما عرفوكش كيبقاو غير يشوفو فيك وكيهضروش معاك، ولكن ملي كيجي عندك شي واحد وهو يبقى يهضر معاك صافي، كاع الناس كيبغيو يهضروا معاك، كيجيو عندك يهضروا معاك وصافي كيعاونوك اي حاجة بغيتيها كيعاون. ولكن في الاول هيا كيبقاو يشوفوا فيك صافي. الشتاء عاوتاني، لكن الحمد لله تقريبا شي 3 سوايع وانا مريح هنايا. هذا بيكانا، هادي الحانوت ديال واحد السيد ديجا مشى للمغرب، ديجا خدا في المغرب، مشى للجزائر، مشى لبزاف ديال الدول هنايا في افريقيا، كيعرف بزاف على المغرب وعلى الجزائر. دابا مشى يناس قال لي المهم عرض عليا باش ندوز الليلة هنايا وصافي، داكشي اللي غندير ان شاء الله، غنبقى هنا حتى الغدا ان شاء الله. هذه هي البلاصه اللي نزلت فيها اليوم، المهم نفس البلاصه اللي بقيت فيها البار. هذا هو المحل ديال مامادو، وهذه القهوه ديالو، وهذا هو مامادو، هما الناس ديال الدوار. مامادو ميرسي بوكو، شكرا بزاف. ميرسي صافي الكاميرا وي سي الكاميرا اوكي دونك فلا في الماس فير لي فيديو وي جو في لي فيديو ماتنو تشاو ماجي تري لو فيديو. Okay. Je veux que tu nous parles de ta aventure que tu as fait au Maroc. Tu as visité quel pays? Oui. Moi, précisément, moi, j'étais au Maroc. J'ai fait presque plus de 7 ou 6 villes comme ça au Maroc. Hein. J'ai fait Marrakech, j'ai fait Agadir, j'ai fait Rabat, j'ai fait Casablanca, Kasiago. J'ai fait Tanger, j'ai fait Nadorville. Tout. J'ai rencontré un Marocain qui s'appelle Mohamed. Ouais. C'est un ami. Depuis hier, il est là. On est ensemble. Ah. Il se sent à l'aise ici à Bouléré. Il est dans un district qui s'appelle Bouléré. Il est côtoyé avec les jeunes ici. Nous sommes ensemble ici avec Mohamed. Ah, vraiment, c'est un type, il est super gentil. Depuis là, il est à l'aise. Il décide encore d'aller voir les cascades qui se trouvent à 3 km de notre village. Ouais. Donc il est là juste pour attendre le cascade. Après il va continuer sa route. Voilà les certains amis. Il est juste dans un petit café ici qui se trouve à 5 ou oui, je crois à 5 km de Dongoltouma, la sous-préfecture de Dongoltouma.
دون بولتوما هذاك هو الفيلاج اللي نست فيه وي لا سو بريفكتور دون بولتوما بريفكتور دو بيتا وي 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 il est juste à côté il est juste à côté de la route tu peux filmer la route ouais. la route de la capitale ah voilà ça c'est la route et voilà le café s'appelle comment le café s'appelle le café de la paix ah ouais le café de la paix اش تعاو ثاني هيا القهوه ديال مامادو هو صغيره سميتها كافي دو لابي J'ai pu rapper un peu. Hein. Ok, c'est bon. Ouais. Comment? Sare nello sapini, mauve ben no holiti, yube ben no sanini, zende ben ko nafigi, lambe ben ko heferde. Me yauna me arti, tamperi di bui dogi men tampi, me sepi a pa de lani, ataya pele tumbarada, wacha wacha senda jama fo heba. Woko jiwe jiwe te uti koto porto. Woko... Buta idolo ko ima pe ako do wudu, bena regardemo wudu, regardemo buna. Wabutu baya futu, ata way jombiro ma ko der sudu be piya ko ngurun kumpara kumpaula e buray kembure ma wa ha wa sa ko di ngi dongo dogo dungira c'est bon big up c'est bon wala meni ok yalla shwatu mazan ana ma jawab video ana wahed maqta yalla bab هذه هي الحانوت ديال مامادو اي دي موا تي افي لالجيري اوسي وي جي في لالجيري وي لا كيل فيلا لالجيري جي في بوكو دو فيلا لالجيري جي في اورانج جي في الجي كابيتال جي في جيس كابيلي جي في تيزي اوزو جي في باتلا جي في وارغلا جي في ادرار جي في ديشار جي في بوكو دو فيلا لالجيري بوكو Et tu parles un peu la langue d'Algérie? Non, pas tellement. Un peu seulement. Je suis. Mais c'est bizarre. Pas plus bizarre, je suis. Ah, ok. Et merci beaucoup, Mohamed. Merci. Je suis là. اليوم مازال ما غنتحركش من هنا كما كتشوفوا كاينه الشتاء ويلا بدات يعني غنبقى هنا حتى الغدا ان شاء الله ميرسي صباح الخير يوم جديد في رحلة أفريقيا يوم إن شاء الله خاصني نتحرك من هنا دوز هنا يومين غير باش نشارجي باور بانك ولكن ما بغاش يتشارجا حيت هنايا كيستعملو غير الطاقة الشمسية دابا خليتو عند واحد السيد خليتو من البارح في العشية وما عرفتش واش غيتشارجا ولا لا المهم الا تشارجا او لا ما تشارجاش خاصني نشد الطريق باش نوصل ليطا ان شاء الله تقريبا بقات شي 60 كيلومتر ولا 70 ما عرفتش شحال بالضبط التليفون البارح كامل ما خدمتش بالتليفون من ول البارح ما خدمتش بالتليفون يعني ما عرفتش شي دراري دراري صغار لكن بعد شويه ايوا هادشي اللي كاين دابا بديت كنجمع الحوايج ديالي سا سابيل لو توري احنا دابا كنتغداو هاد الاكله سميتها توري كيصايبوها من المانيوك ليكواغوت افيك لا رشيد افيك لا رشيد سا ماتنو سا سي مانيوك وي سا سي مانيوك لا صوص سالا سالا سي لا رشيد صراحه واعره وبنينه وفيها الحار اون ام بلين دي بوار دي تي دي تو باردون افيك ما مان
ça c'est notre plat de midi comme ça. Le plat de midi. Ça, c'est le plat de midi, oui. L'agda. Voilà, l'agda, oui. L'agda. L'agda, voilà. Ah, on a fait. Donc, papa, n'y a même pas. La sauce. N'y a même pas. Autorité. يلا خرجت من ذاك الفيلاج عند الحاجي كيقولوا لي الحاجي تما الحاجي واسميته محمد مامادو المهم دابا قربت نوصل لواحد الفيلاج الفيلاج كبير شي شويه سميتو دوكي غنوقف تما باش نشارجي باور بانك وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على المعاناه ديالي في الرحله فالمعاناه هي باش كتخلي باور بانك ديالك يتشارجا عند شي حد تقريبا 18 ولا 20 ساعه فاش كتمشي تجيبو كتلقى فيه 6% داكشي اللي وقع ليا في هذا الصباح شفت الطريق فهذوك هما المعاناه وي وي صافي توا الحمد لله او لابا اوكي اوكي ميرسي ما عرفتش واش قال لي اجي لهنا دوز من هنا ولا ما عرفتش المهم الطريق في هذه البلاصه هذه مكرفصه فيها الغيس بزاف وهذه هي البلاصه اللي كيدوزوا منها المواطر دابا ما كايناش الشتاء وكان كانت الشتاء راه مشكله واحد السيد دايز منها واخا صعيب ندوزو من الطريق اللي قال لي السيد سي بون وي صافا الحمد لله اوكي ميرسي بوكو او غوفوار اوكي فوالا يا رامه